السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يجوز لرجل تزوج امرأة معها أنثى أن يقول لها الولي عند زواج هذه الأنثى بالرغم من وجود أعمامها؟ إذا تزوج، السؤال الثاني. لا الأول نفهم الأول، ما قولك امرأة وأنثى؟ ما فهمت. يعني هو تزوج امرأة. أي بعد. مع بنت صغيرة. نعم بعد. البنت دي كبرت، يجوز له أن يكون هو الولي بالرغم من وجود أعمال. يعني كده زوج الأم هل يكون وليا للفتاة؟ لربيبته؟ لا، لا يكون وليا لربيبته إلا عند انعدام الأولياء. طيب إذا تزوج